اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامجكم صباح سوري، ومع بدايه يوم جديد بنتمنى لكم فيه كل النجاح. ونستذكر مقوله بتقول: سر النجاح في الحياه ان تواجه مصاعبها بثبات الطير في ثوره العاصفه. وصباح ثوره العاصفه على سيره العاصفه، امبارح كان في عاصفه والحمد لله مرقت على خير. والله يعني نوعا ما مرقت على خير. الحمد لله، كانت مزعجه بصراحه. سعد صباحك محمد، والله يبعد عننا كل العواصف. آمين. العواصف الهوائية والعواصف هيك اللي بالحياة اللي ممكن تعصف فينا وتودينا بستين داهية. أكيد بدي أرجع صبح عليكم مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم صباح سوري، ومع بعض بنبدأ مشوارنا الصباحي لليوم بأبرز العناوين. مشوارنا الصباحي لليوم رح نبدأ مع محاميين سوريين من ضمن الأكثر شخصيات تأثيراً لعام 2022 وفق مجلة التايم الأمريكية، ثم مع حوادث الغرق في الشمال السوري ونصائح الدفاع المدني. منا إلى حكاية رجل ضرير يطالب بإدخال زوجته إلى تركيا، ثم مع سؤال الحلقة والقيادة: هل هي فطرية أم مكتسبة؟ إضافة إلى فقرات أخرى منوعة. نحن معكم على الهواء، كونوا معنا. موضوع حلقتنا لليوم مشاهدينا مثل ما تابعنا مع بعض هو عن القائد، وهل تكون القيادة بالفطرة أم أنها مكتسبة؟ نعم مشاهدين، أكيد لتشاركونا بآرائكم تقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. دخل الحقوقيان السوريان مازن درويش وأنور البني تصنيف مجلة تايم الأمريكية للشخصيات الأكثر تأثيرا في عام أو لعام 2022 نظرا لدفاعهما عن حقوق الإنسان في سوريا والجهود التي يبذلانها لتوثيق الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد وحلفائه. طبعا هذا الشيء بحسب ما أعلنته المجلة بتاريخ 23 من شهر أيار بعام 2022. مشاهدينا بنروح لنتابع المادة التالية وبنرجع للنقاش. مشاهدينا الكرام بيسعدنا نرحب معنا بالأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنور، يسعد صباحك. صباح الخير لك ويا محمد وجميع المشاهدين. أهلا وسهلا، بداية ألف مبروك لحضرتك وأيضا لزميلك الأستاذ مازن، يعني مبروك عليكم هذا التصنيف. يعني المبروك هو حقيقة للضحايا السوريين، يعني المبروك لأنه في مين يتذكر معاناته، في مين يتذكر سعيهم لتحقيق العدالة ومطالبتهم بالعدالة. نحن بالواقع كنا فقط جسر قدرنا نوصل، نحاول نوصل بعض الضحايا طبعا، وليس الضحايا السوريين وهم بمئات الآلاف، يعني حقيقة بعض الضحايا
على السوريين اللي قدرنا نساعد حتى يوصلوا لجزء من العدالة. طبعا العدالة هي ما بس محاكمة المجرمين، العدالة هي أكثر من هيك كثير، تعويضهم عن ضرر، عودتهم آمنة لبلادهم لبيتهم لأهاليهم. أكيد أكيد أكيد. وبالتالي هي مسألة ما شخصية بالنسبة لي أبداً، يعني هي مسألة تتعلق بالضحايا وبالعدالة كمبدأ. نعم أستاذ أنور، لو تحكي لنا عن يعني أهمية هذا التصنيف، يعني حضرتك والأستاذ مازن تم تصنيفكم يعني من أكثر أو أفضل يعني 100 شخصية مؤثرة لهذا العام، خبرنا عن أهمية هذا التصنيف وبرأيك هل سيتأثر نظام الأسد بهذا التصنيف؟ يعني هو التصنيف بيأكد انه او بيشير انه اهتمام العالم وخاصة بامريكا، يعني والصحيفة تايمز عند القائمة السنوية بتطلعها كل سنة لأكثر شخصية مؤثرة بالعالم اللي بتضوي على الجوانب اللي مؤثرة حقيقة. طبعا التأثير هو سلبي وإيجابي، يعني طبعا هلأ بوتين أحد الشخصيات المؤثرة طبعا بشكل سلبي جدا يعني، بس هذا لا ينفي أنه أفعاله أثرت على العالم كله. وبالتالي اهتمام العالم وخاصة بأمريكا بموضوع العدالة وفقدان العدالة بسوريا وبحث الضحايا عن العدالة هو مؤشر كثير مهم ليعيد التذكير بضرورة منع الإفلات من العقاب ومحاسبة المجرمين على الجرائم اللي ارتكبوها، وخاصة الجرائم الكبيرة اللي هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة وجرائم حرب. نعم أستاذ أنور، حضرتك وزميلك كمان الأستاذ مازن كنتوا يمكن الوحيدين العرب بهي القائمة، مين كان في معكم كمان؟ يعني كان يمكن هي قائمة جابت أكثر شيء رؤساء، يعني كان بوتين وبايدن وزيلنسكي والصيني ورئيس كثير ناس، يعني أنا ما اطلعت فعلا حقيقة على كل القائمة، بس هذا لفت انتباهي إنه فيها زعماء كثير. في شيء بالفن له علاقة، في شيء له علاقة بالابتكار، في شيء له علاقة بالطب، في شيء له علاقة بالتأثير الاجتماعي. لكن مثل ما قلت يعني إنه قيصر كان بسنة يمكن 2020 كان أحد الشخصيات المؤثرة. المخرجة وعد الخطيب كان السنة الماضية بفيلم اللي ساوته السماء. وبالتالي هو تذكير بالسوريين وسوريا وبآلام السوريين وضرورة الوصول لحل يقدر يرجع سوريين وسوريا لريادة العالم حقيقة. وهي سوريا طول عمرها بلد ريادي بكل العالم بتاريخها كله من 7000 سنة، طبعا مو 50 سنة اللي مضت. سوريا 7000 سنة ما بتأثر فيها هي 50 سنة تبع سوريا الأسد اللي هي لحظة تافهة بتاريخ سوريا حقيقة، وستنسى وتمحى من تاريخ سوريا إلى الأبد حقيقة. نعم أكيد. نعم أستاذ أنور، لو تخبرنا يعني هذا التصنيف أكيد رح يضيف لإلك ولعملك يعني ومسيرتك المهنية مسؤولية كبيرة، لو تخبرنا ما المسؤولية التي سيضيفها هذا التصنيف عليك كأستاذ يعني أنور البني اليوم؟ يعني يضيف أكيد يضيف عبء، وأنا طبعا أنا سعيد بأي عبء يضاف لأنه ما أقوم به هو ليس عمل، يعني أنا اللي عم ساوي ما نوع عمل هو حياة، يعني أنا عم مارس حياتي، وبالتالي كل ما كان في تحديات أكثر كل ما بيكون شاعر بالحياة أكثر أنا شخصيا يعني. وبالتالي نعم بجد لأنه بيزيد حاجة الضحايا للوصول إلى العدالة. طبعا نحن إمكانياتنا معنا قوية، يعني إمكانياتنا كمركز وإمكانيات القضاء بالخارج كمان معنا عندها الصلاحية تنظر بكل أنواع الجرائم اللي ارتكبت بسوريا، وبالتالي بيزيد عبء أنه نواجه الضحايا بقلب مكسور بمعض الأحيان أنه ما قادرين يوصلون للعدالة. أستاذ أنور، طبعا بما أنه مستضيفينك نحن اليوم فما بنقدر إلا ما نسألك عن أنه شو صار بقضية كوبلينز. قضية كوبلينز طبعا تصدق الحكم بحق إياد غريب بشكل نهائي، صار عن عنوان حقيقة بكل أوروبا، وهذا مسألة جدا مهمة لأنه أول حكم هو بيصدر بحق سوري
بجرائم ضد الإنسانية طبعا. هو إياد كان اشتراك بالجرائم وليس مثل أنور هو ارتكاب الجريمة، لكن اشتراك حكم بجرائم ضد الإنسانية حكم على هيكلية كاملة وليست على شخص. جرائم ضد الإنسانية ترتكب بشكل ممنهج، بشكل منظم، بشكل واسع النطاق، وبالتالي هناك أوامر وسلسلة أوامر عليا تصل لرئيس القائمة الإجرام يعني طبعا. وهذا مسألة جدا مهمة. اسم بشار أسد ذكر 5 مرات بقرار حكم تبع إياد، ويمكن 6 مرات بقرار حكم تبع إياد غريب كمسؤول عن هالجرائم. هي مسألة كثير مهمة، لأولا أنه أصبح من المؤكد أنه هذا المجرم وهي زمرة المجرمين لن يكون لها أي وجود في مستقبل سوريا، وهذا قطع أصبح قانوني. ثانيا ممكن أؤثر بمنع أي إعادة تأهيل من بعض المجرمين الآخرين في مناطق أخرى، إعادة تأهيل هذا المجرم أو محاولة دعمه بمساعدته، وضع عائق كبير أمام هذه المحاولات. نعم أكيد، يعني نحن بدنا نتمنى أنه كل الأشخاص اللي ارتكبوا هاي الجرائم ضد الإنسانية أنه ينالوا عقابهم بشكل أو بآخر. أستاذ أنور، اليوم شو بتوجه رسالة لكل الناشطين السوريين يلي بيمتلكوا أدلة اللي بتدين أشخاص ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، شو بتوجه لهم اليوم رسالة؟ يعني أولا توثيق هالأدلة هو كتير مهم. ثانيا ما قادرين دائما نستخدم كل هالأدلة أمام القضاء الأوروبي، لكن بأي حالة نحن فينا نستخدم هذه الأدلة أمام القضاء الأوروبي بشكل أنه يكون المجرم موجود بأوروبا. هي مسألة كتير مهمة. إذا كان موجود بأي بلد أوروبي هناك ضحايا وأدلة على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، يمكننا مساعدة هؤلاء الضحايا أو اللي يملكون أدلة مساعدتهم للوصول هذه الأدلة للجهات القضائية أو الجهات الادعاء العام، ومساعدة الضحايا لتقديم شهاداتهم ليكونوا جزء من عملية قضائية لمحاسبة هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم. نعم أستاذ أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم. أكيد بنرجع نبارك لك بهذا الفوز لإلك ولزميلك الأستاذ مازن درويش. شكرا لإلك ونتمنى لك نهار سعيد. شكرا لكم جميعا. نعم مشاهدينا، مشوارنا الصباحي مكمل، وبعد الفاصل مع التعامل مع حالات الغرق في الشمال السوري وأبرز النصائح، خليكم معنا راجعين.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، ومنذكركم بسؤال حلقتنا لليوم يلي كان عن القائد، وهل القيادة بالفطرة أم مكتسبة برأيكم؟ نعم مشاهدينا لتشاركونا بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. نعم مشاهدينا، مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تزداد حالات الغرق في مناطق الشمال السوري، حيث يقصد السكان الأنهار والبحيرات للتخفيف من شدة الحر رغم من تحذيرات الدفاع المدني المستمرة. مشاهدينا منروح لنتابع المزيد في التقرير التالي ومنرجع للنقاش. بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة سجلت 5 حالات غرق في نهر الفرات توزعت على عدة قرى من أرياف مدينة دير الزور. وبحسب شبكات محلية فإن من بين الغرقى طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، وهو من أبناء عشيرة المغيرات بريف دير الزور، وآخر عمره 17 عاماً بالقرب من مدينة الميادين، كما نعت شبكات أخرى شاباً غرق في الفرات بالقرب من مدينة حطلة على الضفة الغربية للنهر. الشمال السوري ليس بأفضل حال، ولا يزال يشهد حالات غرق بالرغم من تحذيرات الدفاع المدني بخطورة السباحة في نهر العاصي أو بحيرة ميدانكي وسواقي المياه في عفرين. مدير المكتب الإعلامي للدفاع المدني حسن الأحمد قال إن فرق الدفاع استجابت لتسعة نداءات استغاثة لحالات غرق في شمال غرب سوريا منذ عام 2022. وأشار الأحمد إلى أن 11 شخصاً ماتوا، 5 منهم نتيجة وقوعهم في آبار مياه، فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 5 آخرين ونقلهم إلى المشافي والنقاط الطبية. انقطاع التيار الكهربائي والطبيعة الصحراوية لبعض المناطق في سوريا دفع الأهالي للجوء إلى السباحة للتخفيف من حرارة الجو في الصيف، ليصبح بعضهم أرقاماً ضمن إحصائيات الغرقى. مشاهدينا للمزيد بيسعدنا نرحب بالأستاذ أسامة عبد الرحيم عربو، مدرب إنقاذ مائي في الدفاع المدني السوري. أهلا وسهلا فيك أستاذ أسامة، صباح الخير. صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا وسهلا، نتمنى الصحة والعافية لجميع أهلنا في الشمال السوري. نعم أستاذ أسامة، بداية لو تخبرنا يعني هل ستكون هناك نقاط للدفاع المدني للإنقاذ قرب المسطحات المائية في المناطق المحررة؟ طبعا أولا نرحب بكم بالسادة الضيوف. طبعا هناك في نقاط عديدة في المسطحات المائية. بميدانكي يوجد عندنا 3 نقاط، وفي عين الزرقاء نقطة رئيسية، متواجدين على مدار الساعة 24 ساعة متواجدين لمنع حالات أي غرق تحدث في هذه المسطحات المائية. نعم أستاذ أسامة، يا ريت لو كمان تخبرنا شو هي الأرقام المتاحة للاتصال في حال لا سمح الله صار في حالة غرق، وتخبرنا كمان عن المسافة تقريبا اللي بتبعد عن النقاط الموجودة بالنسبة للمسطحات المائية. هلا الأرقام الموجودة هي بالنسبة لنا موزعة على كافة المسطحات المائية على اللافتات، حيث قمنا بالتوعية وضع أرقامنا على جميع اللافتات وموزع على المجالس المحلية والدوائر الحكومية بشكل عام. بالنسبة للمسطحات المائية، أقرب المراكز كان موجود دائما على المسطحات المائية، يبعد عن المسطح المائي بحدود 10 كيلومتر أو أقل، وبعض المسطحات المائية موجودة مباشرة على البحيرة أو على ضفاف الأنهار. نعم أستاذ أسامة، لو تخبرنا يعني لماذا تكثر حالات الغرق في نهر الفرات وأيضا بحيرة ميدانكي؟ بشكل عام أنتم تعرفوا أنه الهجرة اللي صارت من عموم سوريا إلى مناطق الشمال المحرر، ووجود ناس كثيرين لا يعرفون السباحة ولا يعرفون طبيعة هذه الأرض، حيث بحيرة ميدانكي بشكل خاص يعني طبيعتها حوارة لا يوجد فيها رؤية،
وفيها أعماق مباشرة، لا يوجد فيها شط قليل العمق. الناس اللي أجت من برا ما بتعرف هذا الأمر، فبتروح تسبح خاصة بالأيام اللي يكون فيها الحر شديد يعني، فبيتفاجأوا مباشرة نزلوا إلى أعماق كبيرة. هذا الأمر بيلبك الشخص اللي بيسبح وبيغرق. ثاني شيء ما بيصطحبوا معهم أي وسائل نجاة من ستر نجاة، دواليب، حبال، فبيغرقوا بسهولة بهذا الأمر. نعم يعني أستاذ أسامة، هي غير صالحة للسباحة يعني، غير مهيئة. طب ليش ما بيتم صالحة للسباحة؟ نعم ليش ما بيتم أستاذ أسامة اتخاذ تدابير منع يعني، أو تدابير يعني بحيث أنه تمنع الناس من أنه بمحاولة السباحة يعني؟ نحن قمنا بإطلاق تحذيرات على مدار السنوات الماضية، ووضع لافتات وحملات توعية على جميع الناس، ولكن هناك بعض الأشخاص يعني ممكن يكون أنه مثلا ما ينتبهوا أو ما يتخيلوا هاي التعاليم. نعم أستاذ أسامة، يعني من التحذيرات اللي حضرتكم يعني أطلقتوها تحذيرات أنه بعدم السباحة في نهر الفرات أو بحيرة ميدانكي، إضافة أنه كمان يعني حالات الغرق اللي عم تصير هي نتيجة محاولات إنقاذ الغرق من قبل أقاربهم، فبالتالي هيك حالات الغرق عم تكتر يعني سواء كان بالشمال السوري أو بغير مناطق من سوريا. فهون يعني بالنسبة للأشخاص المحيطين شو لازم يعملوا في حال يعني تم الانتباه أنه في شخص عم يغرق؟ نحن بحملات توعية أطلقنا كثير تحذيرات هذا الأمر، وخبرنا كل الناس وبلغناهم أنه يا أخي في حالة الغرق اللي بتصير لا تقتربوا من الغريق، فقط أبلغوا الدفاع المدني، فهن بتوجهوا وفي نقاط مراقبة عنا دائما بشكل دائم 24 ساعة موجودات على ضفاف البحيرة بميدانكي. ولا تقربوا عليه لأنه الغريق في هذه الحالة يعني بغرق اللي معه. الغريق بيتعلق بإشي مثل ما نحكي بالعامية يعني، فبعد عنه إذا في طوق نجاة تله ما في، اتصل بالدفاع المدني ريثما بيأتي الدفاع المدني أو أقرب نقطة مراقبة بالدفاع المدني فهي تجي لعندكم. يعني أستاذ ما بتنصح بمثلا بإسعافات أولية أو بأي أمور أولية بس لبين ما يوصل فريق الإنقاذ أنه تتخذ؟ في حال الغريق حسوا يطالعوا لبرا شط المي، نحن دائما أعطيناهم تعليمات أنه طريقة إنعاش الرئوي يقوموا بالإسعافات الأولية ريثما تجي سيارة إسعاف ويأخذوا إلى أقرب نقطة طبية أو مركز طبي، فبيقوموا هن بإجراءات الإسعافات اللازمة له. نعم أستاذ أسامة، يعني هلأ مع دخول فصل الصيف وبنعرف يعني كمان أنه ارتفاع درجات الحرارة ويمكن حتى في موجات حر يعني كمان ممكن تكون قادمة، فبالتالي أنه الأهالي أكيد رح يرجعوا كمان يتوجهوا للبحيرات والأنهار لتخفيف أكيد من موجات الحر. شو تحضيراتكم لهذا العام ولهذا الصيف؟ نحن بالنسبة لنا التحضيرات دائما موجودة عندنا، خاصة برفع الجاهزية عندنا لجميع عناصر الإنقاذ المائي دائما، وخاصة في فصل الصيف. رفع الجاهزية تتضمن هي التأكد من كافة العتاد انه جاهز ما في اي معوقات، تأمين يعني المسطحات المائية بشكل عام من حيث القوارب الموجودة عندنا ورفع جاهزيتها وتأكد ان عدم وجود اي عطل، بالإضافة الى توزيع النقاط الرئيسية ونقاط فرعية على ضفاف الانهار والبحيرات بشكل دائم خلال مدة فصل الصيف حتى انتهائه بالشهر التاسع ان شاء الله. إن شاء الله. نعم أستاذ أسامة عبد الرحيم عربو، مدرب إنقاذ مائي في الدفاع المدني السوري، شكرا لحضورك معنا وجمعة مباركة. شكرا لك وجمعة مباركة، أقول لك بنا الخير والسعادة لجميع أهلنا السوريين في الشمال المحرر. آمين، أهلا وسهلا فيك. نعم مشاهدينا منروح معكم لنتابع حالة الطقس بسوريا لليوم، خليكم معنا. مشاهدينا مشوارنا الصباحي مكمل، وبعد الفاصل حنكون مع مجموعة من الأخبار المنوعة وقصص إنسانية، خليكم معنا راجعين.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، وفقرتنا التالية بتحكي عن قصة حب بين زوجين ما غيرت المسافات ولا بدل الغياب من الود. القارئ والمنشد فتحي يوسف المحمد رجل فاقد للبصر، وزوجته غادرت الأراضي التركية منذ عدة أعوام في زيارة. نعم محمد، زيارة الزوجة لتركيا كانت بعد لسوريا كانت بعد مقتل أسرتها ببرميل متفجر في أحياء حلب الشرقية، ومنذ ذلك الوقت لم تستطيع العودة إلى تركيا. مشاهدينا تفاصيل أكثر منتابعها بالمادة التالية وبعد منرجع. ما لي على البعد صبر، ما لي على البعد صبر، يبعث الأمل. أنا أخوكم فتحي محمد من مدينة حلب، مقيم في مدينة بورصة التركية. أنا بشكو من أني زوجتي بعيدة عني بسبب أني نزلت لعند أهلها بحلب، توفوا ببرميل، وكانت القصة كثير مؤثرة كانت القصة يعني، ومحزنة على كل. أنا وعندها كملك شغال، يعني كملك اللي عندها شغال. أنا عبر قناة حلب اليوم بناشد السلطات التركية تساعدني في موضوع إدخال زوجتي لعندي، وإن شاء الله هيك أنا بتمنى أني يكون عيد الكبير وأني أعيد معه إن شاء الله. وبشكركم والله يجزيكم الخير يا رب. بشكر إذاعة حلب اليوم، وبشكر كل إنسان بيوقف معنا وما بيوقف معنا، بتشكر كل الناس. أهلاً أهلاً، شلونك؟ الحمد لله، شلونك أنت؟ شخبارك؟ والله الحمد لله، الحمد لله يا روحي. طمنيني عنك، إن شاء الله أنت بخير. لك أنا خير، ليش في خير؟ أنا الله يحميك. إن شاء الله روحي، إن شاء الله. إن شاء الله روحي، إن شاء الله. والله إن شاء الله يا روحي، الله كريم، الله هيك. ان شاء الله روح، ان شاء الله الله يبعث لنا هيك ناس، ان شاء الله في ناس طيبه ان شاء الله بتوقف معنا وبتطالع. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله هيك يا روح يبقى يجمعنا مع بعض ان شاء الله قبل العيد تكوني عندي يا رب. اي والله ان شاء الله يا رب. الله كريم، الله كريم. معلش يا يلا ان شاء الله، ان شاء الله. معلش والله بتجي ما بعرف شلون انام. انا كمان والله في كثير امور عم بتعذب والله العظيم، ما عم بقدر لك يا روحي، والله ما بقدر. انا بدي يعني ما خرج، اذا ما انت قمتي في واجباتي غسلتينا الاغراض ظبطتينا امورنا. لك تكرمي يلا. بدك شيء؟ آمين آمين يا رب. أنا وضع بدون زوجتي في شغلات كثيرة، يعني إيش بدنا، عندي أمور كثيرة يعني ما بتقدر توقف غير زوجتي. يا ليت لي نظرة أشفي بها سقامي من نظري وأشفي الدار والعيلة. بدنا منشفي، وين منشفي؟ مين؟ بسم الله، وين منشفي؟ كيف منشفي؟ نعم مشاهدينا، بيسعدنا نستضيف الأستاذ فتحي يوسف المحمد، هو لاجئ في مدينة بورصة. صباح الخير. خير، أهلا وسهلا أستاذي، الله يديمك ويحفظك. الله يحفظك ويخليك. طمنا عنك، كيف امورك؟ والله الحمد لله يا استاذ، الحمد لله دائما بخير، الحمد لله رب العالمين. استاذ نحن شفنا سوا، تابعنا سوا قصتك. زوجتك طبعا غادرت تركيا من اكثر من 5 سنين. من احد الحلول يعني اللي هي ممكن انها تساعد، جربت شيء؟ قدمت طلب لم شمل؟ والله هو يعني سالنا بالنسبه لطلب لم الشمل، فقال بيستغرق وقت كثير، وانا يعني طبعا أنا بحاجة زوجتي اليوم قبل بكرة يعني.
يعني ما قدمت سيد فتحي طلب لم شمل؟ لا ما قدمنا والله، بس مثل ما قلت لك يعني قالوا لنا بيستغرق شيء 6 شهور او يعني اكثر يمكن هيك. نعم. سيد فتحي بدي ارجع انا كمان رحب فيك معنا ولك يسعد صباحك وجمعة مباركة عليك يا رب وعلى زوجتك ايضا، وان شاء الله هيك تجتمعوا مع بعض بأقرب وقت. اليوم شو رسالتك لزوجتك وللمعنيين بإدخالها على الأراضي التركية؟ والله أنا الله يسلمك وأنا برحب فيكم من جديد وبشكر قناة حلب اليوم اللي أتاح لي الفرصة. وأنا بالنسبة لي رسالتي أني بناشد طبعا عبر هالمنبر الطيب، بناشد السلطات التركية بإني تساعدني بإدخال زوجتي، لأني أنا بالنسبة لي لما كان زوجتي جنبي ما كنت عم بشعر بأي نقص. يعني بأي نقص الحمد لله بكل الأحوال، هو صحيح أنا كفيف لكن زوجتي كانت بالنسبة لي بمثابة عيون العيون بالنسبة لي. فحاليا الحمد لله رب العالمين، يعني بس هذا الموضوع اللي هو طبعا اللي هو يعني طلبي يعني بس. نعم نعم. سيد فتحي، وقت اللي زوجتك نزلت زيارة على سوريا، هل هي سلمت الكملك ولا الكملك بقي موجود معها؟ يا سيدي الكريم، بالنسبة لزوجتي الكملك تبعها شغال، في عندها كملك محتفظة، يعني احتفظت في الكملك. نعم شغالة وحاليا منمرة يعني حتى. طيب اليوم يعني بما أنه متشرفين فيك نحن ومستضيفينك معنا على الشاشة، شو بتحب توجه رسالة عبر شاشة حلب اليوم لزوجتك؟ بقول لها أنا كتير مشتاق لها، وإن شاء الله بتمنى أني يعني قبل عيد الكبير يعني أتعيد معنا حتى تتم الفرحة إن شاء الله بهالمناسبة. إن شاء الله منقول إن شاء الله، يعني معلش لو كان قبل بوقت، كل عام وأنتوا بألف خير. أنت بألف خير يا رب سيد فتحي. أكيد بنتمنى أنه هيك يصل صوتك يعني لكل الجهات المعنية في تركيا، وهيك نفرح بلم شملك مع زوجتك وتقضوا العيد مع بعض إن شاء الله يا رب. شكرا. وأنا بعرف أنه قناة حلب اليوم هي بتوصل صوتنا، يعني أنا بتوصل صوتنا إن شاء الله نكون قد هاي المسؤولية يعني ونقدر نوصل صوتك. سيد فتحي بدي اتشكرك كثير لحضورك معنا اليوم، واكيد مني ومن محمد بدنا نوجه تحيه لزوجتك ونصبح عليها من وين ما كانت عم تحضرنا. الله يسلمك يا رب، تسلمي. شكرا لك، جمعه مباركه. شكرا عليك. شكرا شكرا لكم. نعم مشاهدينا، بنلتقي معكم لفقره اخبارنا المنوعه، والخبر الاول معنا من المانيا بيحكي عن فتاه سوريه اسمها ايا احتفى بها الاعلام الالماني خلال الاسبوع الفائت، وفي تفاصيل القصه. نعم، ذهبت الطفله السوريه البالغه من العمر 12 عاما للتسوق مع اصدقائها منذ اسبوع في منطقه تورينجيا بمدينه ايرفورت، فشاهدت رجلا مشردا يتعرض لهجوم وسوء معامله من امراه، ما اثار لديها رغبه واصرارا لحمايته معرضه نفسها للخطر دون خوف. نعم، وبحسب الإعلام الألماني الطفلة السورية دفعت ثمنا باهظا لشجاعتها، حيث قامت المرأة بالاعتداء عليها وضربها وشتمها أمام الناس برفقة الرجل المشرد، واصفة إياها بفتاة الليل. أيضا الصحيفة الألمانية بيلد التي احتفت بالطفلة السورية وصفتها بالبطلة، وأضافت أن البلاد بحاجة لأشخاص مثلها. طبعا الطفلة لجأت مع أسرتها إلى ألمانيا منذ عام 2014. نعم مشاهدينا، ننتقل إلى خبرنا الثاني، حيث أعلنت جائزة سمير قصير لحرية الصحافة والمقدمة سنويا بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أسماء الفائزين في فروعها الثلاثة عشية الذكرى 17 لاغتيال الصحفي والناشط السياسي اللبناني الفلسطيني. نعم، للعام الثالث على التوالي جرى تقديم الجائزة لفئة الطلاب، وفازت بها السورية رقية العبادي واللبنانية فاطمة العثمان عن تحقيقهما الاستقصائي المشترك كشافة المهدي. طبعا بيحكي عن وقائع تجنيد ميليشيات إيرانية لأطفال في سوريا ولبنان بموقع درج ميديا. نعم،
طبعا نبارك للصحفيتين الفوز بالجائزة ونتمنى لهما المزيد من النجاح. وأيضا يعني الجدير بالذكر أنه الجائزة هي تقدم أو تقدم هذا العام 261 صحفيا من الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس واليمن. وفي الخبر الثالث، حذرت فرق الدفاع المدني السوري من ارتفاع كبير في درجات الحرارة وعاصفة غبارية بدءا من الخميس، وستستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى الخامس من الشهر الحالي. نعم، بحسب ما نشرت فرق الدفاع المدني فإن درجات الحرارة ستبلغ أعلى مستوى لها منذ دخول فصل الصيف في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة والجنوبية والجزيرة والجنوبية الشرقية والبادية في سوريا. نعم، وأوصت الفرق الأهالي بعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس في ساعات الظهيرة وتجنب الرياح المغبرة التي ستنقلها العاصفة، خاصة مرضى الجهاز التنفس، مؤكدة ضرورة عدم الخروج من المنازل إلا لحالات الضرورة القصوى وإغلاق النوافذ والخيام بشكل محكم. طبعاً اللي تأثرنا نحن كمان فيها. نتمنى السلام للجميع. أيضا حذرت الفرق المزارعين من إشعال النيران لأي سبب كان بالقرب من المحاصيل الزراعية والمناطق الحرجية لمنع انتقال النار بسبب سرعة الرياح، بالإضافة إلى ضرورة إبقاء صهاريج المياه مملوءة بالقرب من الحقول الزراعية وإبلاغ فرق الدفاع المدني على الفور بأي حرائق في بدايتها من أجل السيطرة عليها بسهولة. نعم مشاهدينا، بننتقل لخبرنا التالي اللي بيحكي عن إرسال مجموعة من اللاجئين السوريين إلى رواندا في أواخر هذا الشهر ضمن خطة الترحيل التي أطلقتها الحكومة البريطانية، وأثارت طبعا جدلا كبيرا بحسب ما ذكرته إحدى المنظمات الإغاثية. نعم محمد، ذكرت زوي غاردنر وهي رئيسة قسم السياسة والمناصرة لدى المجلس المشترك المعني برفاهية المهاجرين عبر حسابها على تويتر يوم الثلاثاء الماضي بأنه تم إبلاغ 15 سورياً بأنهم سيتم إرسالهم إلى رواندا في 14 من حزيران الجاري. نعم، وذكرت منظمة بروتكت لمناصرة اللاجئ السوري بأن لاجئين من سوريا وأفغانستان باتوا ضمن القائمة التي تضم أسماء أشخاص سيتم ترحيلهم بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز. نعم مشاهدينا، هيك بنكون وصلنا لختام أخبارنا المنوعة لليوم. نرجع نذكركم بسؤال حلقتنا، هل القيادة فطرية أم مكتسبة؟ نعم أكيد مشاهدينا، لتشاركونا بآرائكم بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. ومشوارنا الصباح مكمل معكم مشاهدينا، بعد فاصل رح نكون مع تعليقاتكم على سؤال الحلقة، خليكم معنا.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بآخر فقراتنا لليوم. بيسعدنا طبعا كمان نرحب بضيفنا الأستاذ وسيم شمدي من يلي انضم لنا للاستديو، مدرب في الإدارة وتطوير الذات. صباح الخير. صباح النور والسرور، تحياتي إليك ولكل المشاهدين. إن شاء الله صباحك. صباحك إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك أستاذ وسيم. نحن رح نقرأ التعليقات ونرجع. نعم مشاهدينا، مذكركم بسؤال الحلقة اللي هو طبعا كان حول القيادة، وهل هي فطرية أم مكتسبة؟ نعم مشاهدينا، منروح للتعليقات ونشوف المتابعين شو كتبوا لنا لليوم. حسام عز الدين عم يقول بعض الأشخاص من عمر صغير بيكون عنده شخصية قيادية فطرية، والبعض الآخر بيكتسبها من خلال اختلاطه بالناس. نعم، والتعليق الثاني من فادي سوني عم يقول القيادة لا فطرية ولا مكتسبة، بل هي تحت بند الوراثة، يعني مائلة للمكتسبة. وأكبر مثال بشعوبنا العربية يلي عنده واسطة بيستلم. أيضا تعليق آخر من حنان العلاوي عم تقول نستطيع القول بأن القيادة تتلخص في ثلاثة أمور: علم يكتسب بالتعلم، ومهارات تكتسب بالتدريب والممارسة، وسلوك فطري ولد الشخص عليه. لذلك فإن الشخص الذي لديه الاستعداد الفطري للقيادة يلمع أكثر ويتميز أكثر، فعندما يتم صقل هذه الموهبة بالتدريب والممارسة والتعلم. نعم، التعليق التالي من آية الرحمن عم تقول ممكن تكون فطرية وممكن تكون مكتسبة. فمثلا شخص من وقت خلق بيكون قيادي حتى على مستوى المدرسة، مثلا بيكون هو قائد الصف أو العريف، وهي الحالة بتعزز بقوة الشخصية وللشخص نفسه، فبتتنمى. أما أحيانا بتكون مكتسبة عن طريق العمل، مثلا عملك بيقتضي عليك أنك تكون قيادي، وهون بدنا نشتغل على قوة الشخصية لحتى تتنمى القدرات والمهارات. أيضا تعليق آخر من نور الأيوبي عم تقول إذا السؤال بخص الشعب السوري فالقيادة بتجي مع الدم، ما شاء الله كل الشعب قيادي، نحن ما عنا مرؤوسين، كلنا رؤساء. أما إذا السؤال بخص باقي الشعوب ما عندي فكرة والله. نعم، التعليق التالي من نوال رئيف عم تقول بالأساس بتكون فطرية، كتير أطفال عندهم روح القادة، طبعا بتتقوى بتنمية المهارات من قبل الأهل والمدرسة والمجتمع. أيضا تعليق آخر من محمود أبو عموري عم يقول الاثنين مع بعض لكنها مكتسبة على الأغلب. نعم، متفق بهذا القدر من التعليقات. مجدد الترحيب فيك أستاذ وسيم، تحياتي لك. كلام حنان هو كان أقرب شيء إلى الواقع، يعني حكت هي عن مكتسب ومهارات تدرب، لكن أنا وحكت إنه السلوك فطري. ما في شيء اسمه سلوك فطري الإنسان يولد، السلوك هو يعني الإنسان بيتعلمه مع الحياة. يعني أي الأطفال بيقول فولر يولد أطفال عباقرة 9999 من 10,000 تنتزع منهم هذه العبقرية، وسريعا ودون قصد بسبب التنشئة. التنشئة هي اللي بتفرز لنا مين قائد ومين مش قائد. واللي كتبه مالكوم جلادويل في كتاب المتميزون حكى كتير رائع وعمل مقارنة بين ليش ناس ناجحون متميزون وليش ناس مش متميزون، والسبب انه وجاب مقارنة بين ناس عندها قدرات يعني وامكانيات قدرات ومعلومات لكن ما نجحت في الحياة بسبب البيئة اللي كانت هي موجودة فيها، وسبب القرارات اللي هن يتخذوها والقرارات اللي احنا بتخذها بناء على البيئة اللي نحن عشناها. فانا بعتقد هي رأيي الشخصي هي مكتسبة 99% يعني انه نحن بنكتسبها، لكن الناس هون عم تختلف على شغله انه عم تعتبر الاطفال بسن المدرسه او الكذا انه هذا فطري. لا، هذا الطفل من عمر يوم حتى 7 سنين بيكتسب 90% من القيم و95% من القيم العاطفيه، وهذا الشيء نحن ما بندركه. نحن بنشوف الطفل صار عم يحكي وبيروح على المدرسه وبنشوف عنده شخصيه فبنقول انه والله هذا فطري، انما لا، هذا مكتسب من البيئه من اهله ومن ابويه اللي هني موجود فيه. الطفل بهذا السن هو عباره عن عالم فيزياء يكتشف المحيط، فاذا نحن منعناه بكل اكتشافه، اذا كسر هاي بدي يكسرها نحن لا، فهو اذا كسر اكتشف انه هذا خطا، واذا لمس شيء ساخن واكتشف فهذا ما بيعيده مره ثانيه الطفل لانه خلص اكتسب هاي القدره. فنحن من ننمي هذا الامر، والعاتق على الاهل بالدرجه الاولى وليس على الطفل اذا ولد قائد. نعم، معناتها استاذ بما انه بيولدوا يعني بتولد الاطفال بهالنسبه هي الكبيره عباقره، فينا نعتبر نحن مثلا انفسنا بالشكل العام نحن ضحايا؟ ممكن ضحايا الظروف. الظروف، خلينا نقول ظروف الأهل اللي مرت فينا، ظروف البلاد اللي نحن عشنا فيها، ظروف الواقع السياسي والاقتصادي وكل هذا الأمر بهيئ هذا الشيء. أنا شخص كان بالصف، أنا من قرية كانت تقريبا في ريف اللاذقية سلمى،
فكان معي احد الزملاء من الناس الرائعين والشاطرين يعني والمجتهدين كانوا بالدراسه، اليوم هو بمكان اخر. يعني ممكن الحياه اخذته بمكان اخر لانه هو ما كمل بهذا، طيب ممكن يكون له مستقبل رائع جدا. بدنا نروح على او نرجع على التعليقات. في فادي سوني كان عم يقول انه القياده هي وراثيه. لا تعليقك؟ غير متفق بهذا الشيء. ما في دليل علمي بيقول انه القياده وراثيه، ولا اثبت العلماء انه هذا الشيء، بس نحن بنشوف القائد بيولد قائد او بيولد قائد، ليش؟ لانه القائد عنده هي البيئه اللي بتخلي ابنه يكون قائد. زمان الخلفاء كانوا يربوا ابنائهم ويجعلوهم من الصغر عندهم مربيين وعندهم ناس يعلموهم الفصاحه ويعلموهم ويجلسوهم بمجالسهم حتى يتعلموا كيف يديروا ويحلوا ويقودوا الناس، وبالتالي هذا شيء مهم جدا، هذا لا نحن ندركه، نحن بنعتقد انه ابن الدكتور احيانا ممكن يصير دكتور، ليش؟ اغلب هيك لانه مش لانه هو متميز عن غيره، لكن عاش في بيئه وفرت له هذا الكم من الاريحيه حتى يكون ناجح، وهذا الشيء بيلعب دور بالشيء اللي بسمعه الطفل، فهو بيصير يقلده ويتبعه بحياته. اذا وراثه ما لها دور يعني؟ لا اعتقد، يعني انا هذا الكلام الطب ما في اي دليل بيقول انه القياده هي وراثه. طب ممكن تسالوا اطباء نفسيين، معناته ممكن الاب والام يكونوا قدوه بهي الحاله. طبعا هني اساس، وهذا الامر كان بيلعب دور اساسي لانه البيئه الاساسيه للطفل هي الاب والام. هلا ممكن يكون الانسان مش متعلم لكن هو قائد، يعني ما شرط يكون الانسان متعلم حتى ممكن، لكن هو بيعرف يتعلم ويتصرف، يعني عايش الحياه اساسا، بيعرف ممكن يكون ناجح بعمله البسيط ويعرف، لكن اللي بيكون متعلم بيكون افضل. في فرق جدا، انه ممكن يولد من رحم ناس جاهلين ناس رائعين، كمان هي استثناء يعني ممكن يطلع جيد لانه ممكن زملائه بالمدرسة الدافع الخروج من واقع الحياة اللي هن عايشين يدفعوا بهذا الاتجاه جعلوا انه يكون هو ناجح في حياته وممكن يكون قائد لاحقا. نعم. طيب استاذ وسيم، ليش عندنا شعور دائما انه الاخ الاكبر بالعيلة هو القائد؟ انت عم تقول شعور، نحن هذا اعتقاد انه هو القائد لانه هو اكثر واحد بيكون مدلل عند الاباء، يعني اول ما بيجي الكبير كل شيء للكبير، اخوك الكبير او اخوك الكبير، اسمع كلام اخوك الكبير اخوك الكبير، هاي الاشياء بتخلينا نحن باللا شعور ان نحن نقول انه اخونا الكبير هو صاحب القرار، هو بالمقابل عم يتحمل مسؤوليه اخواته. طبعا ممكن يقود هو هذا الشيء، وممكن فعلا يضحي بحياته حتى يكونوا كثير ناس اخواته ناجحين، في قصص كثير بهذا الامر ممكن فعلا ياخذ هذا الشيء. هي الكلمات حلوه لما نقول نحن لهذا الطفل هو وصغير انت راح تكون هاي الشخصيه او راح تكون قائد او راح تكون عظيم في المستقبل، ونضل نكرر هاي المعلومات هو بيتلقفها وبيقتنع فيها. يعني مثل ما بنقول عمره دراسي في الجامعه انه العيون خضرهم اكثر ذكاء من عيون سود مثلا، فارتفعت علاماتهم اكثر بالامتحان اللي بعده، لكن رجعوا قالوا نحن اخطانا بالدراسه، العيون السود هم اكثر ذكاء من العيون الملونين، فانقلبت النتيجه، بعدين رجعوا قالوا لنا يا جماعه لون العيون ما له علاقه حقيقه، بس نحن العامل النفسي قلنا انه انتم هيك فنحن جعلناكم تامنوا بانفسكم، ولك هاي من هون تبدا القياده. عندما انا ابني بده يكون صغير جدا انا اقمعه، انا ما خليه يتخذ قرار، انا ما خليه يحكي في شغله، بدنا نروح عند الطبيب مش انا لازم احكي، هو لازم اعلمه، انت اذا سالك الطبيب انت تجاوب، سالك الطبيب احكي، انت اشرح للطبيب، مش انا بديش اخليه هو يتعلم يتحدث عن، اذا بدي يتخذ قرارات بدنا نروح نشتري خليه يتخذ هاي، ليش هاي وليش هاي وليش، خليه يعمر وليش وعلمه ليش هذا صح وهذا خطا، خلي هون تعلموا هذا الشيء، مش لا هي ما بصير وهي ما بصير من دون ما يعرف ليش ما بصير. هلا في شغله انا بدي استفسر عنها، انه هل صحيح مثلا انه كل انسان بيولد بداخله بتكون هي خلينا نقول البذره، بذره القياده، وهي ممكن تتطور يعني بحسب الظروف البيئيه المحيطه، فاما بتتطور اما خلص، او مثل ما ذكرت انه نقضي عليها ينقضى عليها حسب الظروف. فهل هذا الشيء صح؟ مثل ما حكى فولر 9999 هم عباقرة، يعني تنتزع انتزاع، كل الناس بيكون عندها هذا الطموح، ما في حدا ما بيحب يكون رائع، بس الولد بهو الصغر هو بهي البذرة هو مش مأدرك هذا الشيء، فلكن هو ينمو في بيئة هي بتخلي انه فعلا هو يآمن بهي البذرة ويخرجها، او لا يؤمن او لا يراها اصلا او لا يشعر بها، ممكن لا يشعر انه هو قائد. هلا هون دور الاهل هو اللي بيلعب 100%، دور الاول الاهل. في شيء بيقولوه انه التفكير خارج الصندوق، انتم بتسمعوا بهذا المصطلح؟ نعم. ما في شيء اسمه تفكير خارج الصندوق، في تطلع من صندوق وتفكر بصناديق اخرى، في كتاب اسمه فكر بصناديق جديده، اللي هو الصندوق واللي هو تعلمنا من احنا من الصغر حتى اليوم انا هون جالس، هذا كله صندوق، فانا اذا بدي اتخذ قراراتي او اكون ضمن هذا الصندوق كيف اتعلمت وكيف بدي، انا ابني صندوق جديد فلازم انا اتعلم شيء جديد،
لازم أخوض تجارب جديدة، لازم أقعد مع ناس جدد، كل هذا بخليني أنا ابني هذا الصندوق حتى يكون فكر. هذا الصندوق الطفل ممكن أطفال يكونوا رائعين بظروف المدرسة أو زملائكم إذا تذكرتوا بالمدرسة كانوا متفوقين ورائعين وعنده شخصية قيادية، لكن اليوم منظر وين هني؟ لأنه أهلهم ما آمنوا فيهم، محيطهم ما آمن فيهم، المقارنات اللي نحن مصير نقارن مع ناس مدمرة المقارنات، يعني بالأخير المقارنات هي اللي جعلت أنه الناس ممكن أنه تفشل تحبط. فهي خلينا نقول البذرة موجودة بكل الناس، لكن مثل البذرة إذا حطيناها في مكان في صحراء هل تنمو؟ أبدا. حطيناها على الصخر تريد ماء تريد غذاء حتى تنمو هذه البذرة وتكبر، واعتناء بها. أي بذرة كمان إذا لو نمت قليل لكن دون اعتناء دون اهتمام كمان بتموت لاحقا. ممكن طيب أستاذ يكون يصير الشخص شخص قيادي إذا كان المحيط تبعه محاط مثلاً بأشخاص من شخصيتهم ضعيفة؟ يعني لأنه شخصيتهم ضعيفة. هلأ هون إذا الإنسان كبر وأدرك أنه هو هون إذا أدرك أنه هو لازم عنده هاي الشخصية وحاسس عنده هذا الشيء، بس ما بيصير إذا ما تعلم وقرأ ودرب وطور نفسه. حكت أنه بالتعليم علم مكتسب، يعني القائد هو مبني على الشخصية القوية، شخصيته وثقته، وعلى العلم والمعرفة. فهدول اثنين منتج المعلم من التعلم، والشخصية من التدرب، انه انا ادرب نفسي وطور نفسي والتواصل والمهارات وكيف انا يعني مثل ما عرف هنري فورد القيادة هي اخراج افضل ما في الاخرين. يعني انا ممكن يكون عندي معلومات عظيمة جدا وبتعرفوا، يعني حتى اليوم الجامعة درسنا في دكاترة في الجامعة تحسوا قائد وبيقودك نحو التعلم بطريقة رائعة جدا، وفي دكتور معه معلومات رهيبة جدا لكن لا يستطيع انه الأسلوب هون الأسلوب. بيلعب وين بتكتشف القائد؟ بتكتشف القائد في الأعمال الخيرية، في الأعمال المجانية. يعني أنت ما بتمشي وراء واحد بهذا العمل إذا أنت مش مآمن بأنه هو عنده هاي القدرة. أما بالوظائف فأنت مجبر باللا شعور أنك أنت تتعامل مع هذا الشخص، إما بسبب الخوف أو بسبب الراتب أو بسبب أخرى. نعم أستاذ وسيم، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم. أكيد نتمنى لك يوم سعيد وجمعة مباركة عليك يا رب. علينا وعليكم، وأتمنى لكل المشاهدين أنه يآمنوا بأنفسهم أكثر إن شاء الله، والقيادة مكتسبة حتى الآن. اللي مش قادر ممكن يقرأ ويقرأ كتب كتير وفعلا بتتغير، بس تغير تفكيره بيتغير كل الأشياء الأخرى. ما لا محصورة هي بعمر معين أبدا. أي إنسان ممكن يشتغل على نفسه ممكن يتغير. شكرا، شكرا لك. شكرا لك، شكرا لكل المشاهدين كلهم. مشاهدينا الكرام، لهون بنوصل لختام حلقة اليوم من برنامج صباح سوري، مع أمنياتنا لكم بيوم سعيد. إلى اللقاء. لمشاهدينا تابعونا عبر معرفات قناة حلب اليوم الرسمية، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.